أعد كتابة العبارة الجذرية باستخدام الأسس النسبية، ومن ثم قم بتبسيط العبارة. لدينا هنا الجذر الرابع 5a للقوة 4 b للقوة 12. مفتاح حل المسألة هو أن ندرك ما هو الجذر الرابع لعدد معين، وهو العدد نفسه مرفوع للقوة ربع، أو بشكل أدق أن جذر n لعدد معين يساوي العدد مرفوع للقوة 1 على n. ويمكننا تطبيق هذا هنا. الجذر الرابع لكل هذه العبارة يساوي 5a للقوة 4 b للقوة 12، الكل مرفوع للقوة ربع. ثم نعلم أنه إذا أخذنا الناتج ورفعناه لقوة معينة فهذا يعادل رفع كل عبارة في الناتج على حدة لتلك القوة، أو نرفع كل عبارة على حدة للقوة ومن ثم نضرب. هيا بنا لنقوم بذلك. إذن تصبح 5 للقوة ربع ضرب A للقوة 4، الكل مرفوع للقوة ربع، ضرب B للقوة 12، الكل مرفوع للقوة ربع. الآن 5 للقوة ربع، لا أعلم ناتج هذا، سأبقيه إذن على ما هو عليه. حسناً، يمكن أن نتركها بصورة 5 للقوة ربع، وهكذا لن تكون في أبسط صورة، أو يمكننا أن نكتبها بصورة الجذر الرابع لـ5، و A للقوة 4 الكل مرفوع للقوة ربع. إذا قمنا برفع عدد لقوة ومن ثم رفعنا المقدار ككل قوة أخرى، فهذا يساوي A للقوة 4 ضرب ربع. دعوني أكتب هذا، هذا إذن ضرب A للقوة 4 ضرب ربع. وأخيرا هذا باستخدام خاصية الأسس نفسها B للقوة 12 ضرب ربع. يمكن تبسيط كل هذا إلى وسأغير الترتيب هنا. إذن لدينا الجذر الرابع لـ5، ثم لدينا A للقوة 4 ضرب ربع، ويمكن تبسيطها إلى A للقوة 1 وتساوي A، إذن A. ثم لدينا B للقوة 12 ضرب ربع، حسناً 12 ضرب ربع يساوي 3، إذن لدينا B للقوة 3، بالتالي يكون الناتج AB للقوة 3 ضرب الجذر الرابع لـ5.